بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 88 من سلسلة دروس كتاب الفوائد المترعة الحياض للعلامة الشيخ شمس الدين أحمد ابن سليمان ابن كمال باشا الحنفي، شرح رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله وعنه رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة يعني، أظن عن أبي، عنه كثير مرة، عن أبي هريرة وعنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك، ثم أدناك أدناك. والصحابة بمعنى الصحبة. وقوله ثم أباك هكذا هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك، وفي رواية ثم أبوك، وهذا واضح. قوله بحسن صحابتي، قال: الصحابة هاهنا بفتح الصاد وبمعنى الصحبة، وفيه الحث على بر الأقارب، وأن الأمة أحقهم، حق الأقارب بالبر، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب فالأقرب، الإخوة يعني بعد ذلك. وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليهم وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأمة تفضل في البر على الأب. كيف تفضل في البر على الأب؟ يعني أنت جالس في الغرفة، قال أبوك: أعطني كأس ماء، وقالت أمك بنفس الوقت: أعطني كأس ماء. تأخذ كأس الماء، كأسين ماء، تعطي أمك أولا ثم تعطي أباك ثانيا. وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك، فقال الجمهور بتفضيلها، وقال بعضهم: يكون برهما سواء. قال: ونسب بعضهم هذا إلى مالك، والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور. قال القاضي: أجمعوا على أن الأم والأب أكثر حرمة من سواهما. قال: وتردد بعضهم بين الأجداد والإخوة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أدناك أدناك. قال أصحابنا: ويستحب أن يقدم في البر الأم، ثم الأب، ثم الأولاد، ثم الأجداد والجدات، ثم الإخوة والأخوات، ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهما، ثم بذوي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته، بنت العم، وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم،
يعني وأولاد الخالات، ثم بالمصاهرة، ثم بالمولى من أعلى وأسفل، ثم بالجار، ويقدم القريب البعيد، البعيد الدار، وكذا لو كان القريب في بلد آخر، فيقدم كل منهما بالبر يعني والإحسان والصلة على الجار الأجنبي، وألحق الزوج وألحق الزوجة والزوجة بالمحارم في بر الزوجة لزوجها يعني، وبر الزوج لزوجته والإحسان إليها. قوله أمك ثلاث مرات وفي الرابعة أبوك يدل على صحة قول من قال إن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب ربعه، ومعنى ذلك أن حقهما وإن كان واجبا فالأم تستحق الحظ الأوفر من ذلك. وفائدة ذلك المبالغة في القيام بحق الأم، وأن حقها مقدم عند تزاحم حقها وحقه. وقوله ثم أدناك ثم أدناك يعني أنك إذا قمت ببر الأبوين يتعين عليك القيام بصلة رحمك. طبعا لا يعني تقديم الأم أن يظلم الأب، يعني أحيانا يكون هناك مشكلة بين الأم والأب والحق واضح مع الأب، لا تقول أنا مأمور ببر أمي فأقف مع أمي، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. المفاضلة تظهر فقط عند مزاحمة الحقوق، عند مزاحمة الحقوق. يعني معطيك مثلا، أنت معك شربة ماء، معك شربة ماء تكفي لواحد وكلاهما قارب أن يموت من شدة العطش، وهذه الشربة تكفي لواحد، تعطيها لأمك ولا تعطيها لأبيك. عند تزاحم الحقوق تقدم الأم على الأب، ولكن عند عدم التزاحم المساواة واجبة، لا يجوز لك، لا يجوز لك عند عدم المزاحمة لا يجوز لك تفضيل واحد على الآخر، كلاهما حقه واجب عليك، وهذا مما ينبغي التنبه له. هلا بعض الناس لا يعي هذا الأمر فدائما يقدم أمه على أبيه، هذا خطأ، هذا خطأ ولا يصح أبدا، وهذا نوع عقوق للأب، لأن فيه كسر خاطره وكسر قلبه. ولكن عند تزاحم الحقوق الآن تقدم الأم ولا تقدم الأب إذا تزاحم الحقوق. أما إذا تستوت، يعني أنت عندك مثلا سعة لأن تطعم اثنين، فاستوت الحقوق الآن، تطعم الاثنين معا، وكذلك الإكساء وكذلك سائر المنافع التي تستطيع أن تقدمها لهما. فلا يصح، فلا يصح أن عند عدم التزاحم أن يفضل أمه على أبيه. وقوله قال، انظر كيف قال، وهذا كله عند تزاحم الحقوق. وأما عند التمكن من القيام بحقوقهم يتعين القيام بجميع ذلك، يجب عليك أن تبرهما وأن تساوي بينهما. فإن كان ولا بد، حذاري أن تخص أمك ببر بعلم أو بحضور أبيك. إذا أردت أن تخص أمك ببر فبغياب أبيك، لا بحضوره ولا بعلمه، لا مانع من ذلك. أو تخصها بما هو من خصائص النساء، يعني بأن تشتري لها مثلا قطعة حلي من الذهب، فهذا يسعد أباك، لأنه يرى أن زوجته إذا ملكت الذهب كأنه هو الذي ملكه، هو بالأصل لو معه مال لاشترى لها ذهبا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم بكسر الغين وفتحها، رغم يعني
لغتان، رغما بفتح الراء وكسرها رغما وضمها رغما، معناه لصق يعني أنفه بالرغام بفتح الراء وهو التراب، وأرغم الله أنفه أي ألصقه به، وهذا يعني كناية عن الذل، بمعنى كناية، هذا كناية، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من لم يطع أباه وأمه في حال حياتهما أذله الله، فإن الله سيذله، أو هو دعاء عليه بأن يذله الله عز وجل في الدنيا. قال الرغام التراب، تراب مختلط برمل، وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه، ويحتمل وجهين، أحدهما أن يكون معناه صرعه الله لأنفه وأهلكه، وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه من بدهما، وثانيهما أن يكون معناه أذله الله، لأن من ألصق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بته، لأن من ألصق أنفه، لأن من ألصق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام وأخس الأشياء، فقد انتهى من الذل إلى الغاية القصوى، وهذا يصلح أن يدعى به على من فرط في متأكدات المندوبات، ويصح لمن فرط في الواجبات وهو الظاهر، يعني هناك واجبات لك لأبيك، عليك واجبات، إذا سألك أن تعطيه، إذا ناداك أن تجيبه، إن احتاج لدواء أن تداويه، إن احتاج إلى طبيب أن تأخذه، احتاج إلى عون أن تعينه، هذه كلها واجبات، هذه كلها واجبات. أما المندوبات، أبوك ليس بحاجة لمال، فاشتريت له طعاما مميزا، هذا من المندوبات. أبوك ليس بحاجة إلى مال، أعطيته مال، هذا من المندوبات، إلى آخر ذلك. قال وتخصيصه عند الكبر بالذكر، وإن كان برهما واجبا على كل حال، إنما يكون لشدة حاجتهما ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهما، لا سيما إذا احتاج الأب والأم إلى عناية طبية، تجد بعض الأبناء يبخلون بالمال، يبخلون بالمال على آبائهم وعلى أمهاتهم، وهذا من أشد العقوق، وهذا من أقذر أنواع البخل وأسوأ أنواع الجحود، لأن الآباء، لأن الآباء إذا ما الأب إذا ما كان معه مال ومرض ابنه يستدين، يستدين من أجل أن يعالج ولده. وأنا أعرف كثيرين ورأيت كثيرين من الآباء اقترضوا المال، اقترضوا المال، وربما يذل نفسه، ربما يقبل يد الطبيب، ما معي مال، يقول أقبل قدمك رجلك، عالج ولدي، أعطي ولدي الدواء، فيذل نفسه كثيرا من أجل ولده. فإذا ما كبر الأب واحتاج إلى دواء أنكر الولد، طبعا هو لا يذكر، ينسى ذلك، ينسى ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أحدهما أو كليهما، كذا الرواية الصحيحة بنصب أحدهما وكليهما، لأنه بدل من والديه المنصوب بأدرك، وقد وقعا في بعض النسخ مرفوعين على الابتداء، ويتكلف. ومن أسوأ أنواع العقوق أحبابنا، وأنا والله إذا رأيته من بعض أصدقائي غفر الله لهم، أن يصافح أباه ويقبل يد شيخه، والله هذا منظر قبيح جدا، تصافح أباك وتقبل يد شيخك، عجيب هذا، يقوم لأستاذه لشيخه، وهذا رأيته، كنا في حفل في مجلس، دخل أبوه فما قام له وما اعترف به، ولا كان الذي دخل شخصا غريب،
فلما دخل بعض الشيوخ قام لهم وقبل أيديهم واستقبلهم وأوضعهم في صدر المجالس. أعوذ بالله، هذا نفاق، هذا نفاق، والله هذا نفاق. فحذاري أحبابا أن تقعوا في مثل هذه المطبات. قال: عند الكبر ظرف في موضع الحال، والظرف إذا كان في موضع الحال يرفع ما بعده، فأحدهما مرفوع بالظرف وكلاهما معطوف على أحدهما. أو المذكورة هنا للتقسيم، ومعناه أن المبالغة في بر أحد الأبوين عند عدم الآخر، أن المبالغة في بر أحد الأبوين عند فقد الآخر يدخل الولد الجنة كالمبالغة في برهما معا. يعني مثلا واحد كان له أبوان، كان مقصرا في حقهما، مات أبوه بقيت أمه، ماتت أمه بقي أباه، فانتبه من غفلته، انتبه من غفلته، فأقبل على أبيه بالبر وأراد أن يتدارك ما قصر من سابق. ما الحكم؟ هذا عمل جدا رائع، فإحسانك وإقبالك على بر أبيك ينسخ تقصيرا سابقا في حق أمك وتقصيرا سابقا في حق أبيك. ثم في قوله ثم لم يدخل الجنة استبعاد، يعني ذل وخسر من أدرك تلك الفرصة التي هي موجبة للفلاح والفوز بالجنة. ثم لم ينتهزها، وانتهازها هو ما اشتمل عليه قوله تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إلى قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فإنه دل على الاجتناب عن جميع الأقوال، فإنه دل على الاجتناب، يعني أن تجتنب جميع الأقوال المحرمة، بل ليس الأقوال المحرمة، كل شيء، كل كلمة وإن لم تكن محرمة تكره تزعج أباك صارت محرمة، هي في الأصل مباحة ولكنها تزعج أباك فصارت محرمة. والإتيان بجميع كرائم الأقوال والأفعال من التواضع والخدمة والإنفاق عليهما، ثم في الدعاء لهما في العافية. فإن قلت بين لي الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم عند الكبر وقوله تعالى عندك الكبر، قلت معنى عندك أن يكبرا ويعجزا وكانا كلا عليك، يعني أنت تنفق عليهما وتعطي وتطعمهما تسقيهما تلبسهما تداويهما إلى غير ذلك، ولا كافل لهما غيرك، فهما عندك وفي بيتك وكنفك. ومعنى عند الكبار هي عندك، ومعنى عند الكبار في حال حضوره ومكان حصوله، أي يدركهما والحال أنهما عاجزا والضعف متمكن فيهما، وكأنهما لحم على وضم فتزاول إنقاذهما من تلك الورطة بالإحسان قولا وخفض الجناح بالذل فعلا وطلب الرحمة من الله، فإنه يدل على الاعتراف بالعجز والقصور في أداء حقهما والإحالة على الله تعالى ورحمته، لأنه هو الكافي والحسيب، وإليه الإشارة بقوله كما ربياني صغيرا. وعنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وتسفهم بضم التاء
وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل فتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، يعني هم يتألمون ويتأذون ويتضجرون من صلتك وإحسانك لهم. وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه. قال: أحلموا بضم اللام ويجهلون، أي يسيئون، والجهل هنا القول من القبيح من القول. الرواية بضم التاء تسفهم وبكسر السين وضم الفاء، أي تجعلهم يسفونهم، والسف شرب كل دواء يؤخذ غير مخلوط، يعني غير مخلوط، هذا هو السف، شرب كل دواء يؤخذ غير ملتوت غير مخلوط، يعني مع غيره. تسفهم المل هو من قولهم سففت الدواء بالكسر أسفه، وأسففته غيري، أي هو السفوف بالفتح، يعني إذا لم يشكروا فإن عطاءك إياهم حرام عليهم ونار في بطونهم، إذا كنت تعطيهم ولا يشكرونك ويؤذونك. وقيل معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم، كمن يسف الملة، كمن هو يسف الملة بفعله. ويحتمل أن يكون معناه أن إحسانك إليهم لا يفيدهم قوة على أذيتك، بل هو سبب لضعفهم عن الأذى، كما أن الذي يستف الملة لا يقوى بذلك بل يضعفه. قوله فكأنما هكذا هو بالفاء في نسخ مسلم وكتاب الحميدي، والظاهر اللام كما ورد في شرح السنة، لأن اللام في قوله لئن كنت موطئة للقسم، وهذا جوابه جواب القسم، وهذا جوابه سد مسد الشرط اللهم إلا أن يعكس ويجعل جزاء الشرط سادا مسد القسم. وفي هذا المعنى قول الحماسي: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإنهم هووا غيي هويت لهم رشدا. يعني هذا سبحان الله لا يناله إلا ذو حظ عظيم، هذا الكلام وهذا المقام في الحقيقة لا يناله إلا موفق. الظهير المعين، ومعناه أن الله يؤيدك بالصبر على جفائهم وحسن الخلق معهم، ويعليك عليهم في الدنيا والآخرة مدة دوامك على معاملتك لهم بما ذكرت. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. بسط الرزق سعته وتكثيره والبركة فيه، الأثر الأجل، وسمي به لأنه يتبع العمر، يأتي بعد العمر يعني.
قال زهير: يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر. وأصله من أثر مشيه في الأرض، فإن من مات لا يبقى له أثر على الأرض، فلا يرى لأقدامه في الأرض أثر، لأنه قد مات وانعدم وطؤه. قال: في تأخير الأجل سؤال مشهور، كيف يعني يؤخر الأجل؟ وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف تؤخر الآجال بصلة الأرحام؟ أجاب العلماء بوجوه، أحدها وهو الصحيح أن هذه الزيادة بالبركة في العمر، يعني المراد بهذه الزيادة البركة في العمر. ما هي البركة أحبابنا في العمر؟ البركة في العمر أن تؤدي في 10 سنين مثلا ما يؤديه غيرك ب40 سنة ب30 سنة، هذه هي البركة في العمر. البركة في المال أن يرتفع عنك الأمراض والعلل والنفقات السلبية، لذلك قالوا الرزق رزقان، رزق إيجاب ورزق سلب، رزق إيجاب ورزق سلب. الرزق السلبي هو منع الداء عنك، منع الداء عنك، منع النفقات عنك، يعني كيف يعني منع أسباب الإنفاق عنك؟ كيف؟ أنت في بيتك مثلا الأواني لا تكسر، هذه نوع بركة. أنت في بيتك الثياب لا تهترئ لا تبلى، هذه نوع بركة. أنت في بيتك الأجهزة الإلكترونية التي عندك لا تفسد لا تحتاج لإصلاح، هذا يسمى رزق سلبي. هذا رزق إيش؟ سلبي، مو إيجابي، ما في إعطاء ما في دفع، ولكن يسلب عنك الإنفاق، يسلب عنك أن تنفق، هذا نوع من أنواع الرزق. هذا يجهله كثير من الناس، هذا النوع يجهله كثير من الناس، يظن أنه لو أن الله أعطاك مثلا 100,000 وآخر الشهر ما بقي معك إلا عشر دراهم، وفلان الله أعطاه 100 درهم وآخر الشهر بقي معه 10 دراهم، ولكن وكلاكما يأكل نفس الطعام، ولكن أنت الآنية تكسر عندك فتحضر غيرها، ابنك مرض أخذته إلى المشفى فأنفقت المال، أخذته وأحضرت الدواء إلى آخره، أنفقت وبقي معك 10 وهو أنفق وبقي معه 10، فأيهم؟ فأنتما في الرزق سواء، أنتما في بالعكس، صاحب الرزق السلبي أسعد منك، هو ما لم يلكبه الهم، لأنه الآن أحبابنا أصعب شيء على النفس الإنفاق، فأنت عندما تنفق في إصلاح ثلاجة فريزة مروحة مكيف هذا فيه مشقة على النفس، فهذا يسمى الرزق السلبي، هذا من البركة، هذا من البركة. قال أن هذه الزيادة بالبركة في العمر بسبب التوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة الله، وصيانتها عن الضياع وغير ذلك. ثانيها أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة، هذه الزيادة بالنسبة ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم في اللوح المحفوظ أن عمره 60 سنة إلا أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40، وقد علم الله تعالى بما سيقع له من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأما بنسبته إلى الله، إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره، فلا زيادة،
بل هي مستحيلة كاستحيل الزيادة على ما علم الله حصول وقوعه. وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث. ثالثها أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده، فكأنه لم يمت حكاه القاضي وهو ضعيف أو باطل. ولعل سبحان الله الأنسب في هذه الزيادة البركة، القول الأول البركة في العمر، كان هذا الوجه أظهر. فإن يعني انظر كيف الآن، هذا من كذلك من الخلل في هذا الكتاب أنه يقطع المعاني قطعا دون أن يحسن سبكها. شوف، كان هذا الوجه أو أي وجه ذكر هو الوجه الأخير الذي نعت بأنه ضعيف وباطل، كان هذا الوجه أظهر. يعني وكان ينبغي على محقق الكتاب ما دامك قال انظر بشرح المشكال الطيبي الجزء العاشر إلى آخره أن يشير إلى هذا الوجه، أي وجه أظهر؟ كان هذا الوجه أظهر، فإن أثر الشيء هو حصول ما يدل على وجوده، فمعنى يؤخر في أثره أي يؤخر ذكره الجميل بعد موته، أو يجرى له ثواب عمله الصالح بعد موته. قال الله تعالى ونكتب ما قدموا وأثروا، وعليه كلام صاحب الفائق حيث قال بجواز أن يكون المعنى أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلا، فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر قاطع الرحم. انتهى. روي عن وهب بن منبه قال إن في الألواح التي كتب الله لموسى عليه السلام قال يا موسى وقر والديك، فإن من وقر والديه مددت في عمره ووهبت له ولدا يبره، ومن عق والديه قصرت له من عمره ووهبت له ولدا يعقه. رواه الحافظ التيمي. وعنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. وإنها ومر معنا أنها تضم الراء في رواية بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى. وإنها الآن أعلن أنها أنه يعني تركها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين في أقاربك. فهذا من هذا يعني من صلة الرحم أيضا. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. قال فهل لك من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
كما تأتي امرأة مثلا، امرأة تقول أنا أريد أن أذهب لص، هل يجوز لي أن أصلي الأوقات الخمسة أو المغرب أو أي وقت أو صلاة الجمعة في المسجد؟ نقولها نعم يجوز، ولكن أنت الآن تبتغين الأجر والثواب من الله بهذه الصلاة؟ نعم. هل تريدين الأجر الأكبر؟ نعم، صلاتك في بيتك. فإن كانت هي صادقة تريد الأجر والثواب من الله عز وجل، بل تريد الثواب الأكبر والأجر الأكبر، تعود وترجع إلى بيتها، لأنها هي لا تبتغي بهذا الفعل لا نزهة ولا ترويحا عن النفس ولا أن تبرز أمام الرجال، إنما تبتغي مرضات الله، فالأكثر أجرا تفعله. وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. قوله صلى الله عليه وسلم فتبتغي الأجر من الله، أي إن كنت صادقا في قولك هذا ومطلوبك الأجر فارجع فأحسن صحبة والديك. ففيهما متعلق بالأمر قدم للاختصاص، والفاء الأولى جزاء شرط محذوف، والثانية جزائية لتضمن الكلام معنى الشرط، أي إذا كان الأمر كما قلت فاختص المجاهدة في خدمة الوالدين، نحو قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي إذا لم تخلصوا إلي العبادة في أرض فأخلصوها في غيرها. فحذف الشرط وعوض منه تقديم المفعول المفيد للاختصاص ضمنا. وقوله فجاهد جيء به مشاكلة من باب المشاكلة، فيه دليل على عظيم فضيلة بردهما، على عظيم فضيلة بر الوالدين، وأنه آكد من الجهاد. وفيه حجة أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما. طبعا هذا ما لم يكن سيأتي. فلو كانا مشركين لم يشترط إذنهما عند الشافعي وموافقيه، هذا كله إذا لم يحضر القتال، فإن حضر القتال يجوز بغير إذن لأنه الآن يحتاج له. إذا كان الجهاد فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهما، بل ربما تخرج المرأة للقتال يومئذ ساعة إذن، فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه أو نقول فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما، وإن منعاه عصاهما وخرج. وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذنهما، لا يفعل ذلك إلا بإذنهما. هذا إنما يكون لمن يسلم له في موضع دينه، في موضع في قال هذا إنما يكون لمن يسلم له، أيوة تمام، هذا إنما يكون لمن يسلم له في موضعه دينه. أما لو خاف الفتنة على دينه يجب عليه الفرار، يجب عليه الفرار بدينه وترك آبائه وأولاده كما فعل المهاجرون الذين هم صفوته من عباده. في هذه الأيام يهاجر المسلمون إلى بلاد الكفر، ليه؟ هناك حياة أفضل من الحياة في بلاد الإسلام. أي حياة؟ حياة دنيوية. إذا أنت تلهث وراء دنيا،
وتعرض عن الآخرة، فتجدهم نصفهم يموت في البحار ونصفهم يذل لسنوات ثم بعد ذلك يعني يفرج عنهم، وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. أو قال: وقطعت فتح القاف والطاء، رحمه مرفوع، قطعت بفتح القاف والطاء، قطعت وليس قطعت. سبحان الله، أنا أحفظه: إذا قطعت رحمه وصلها. قال: التعريف في الواصل للجنس، أي ليس حقيقة الواصل ومن يعتد وصله من يكافئ صاحبه بمثل فعله. يعني أنا أخي إن قام بزيارتي أنا أقوم بزيارته، ابن عمي إن وصلني زارني قمت بزيارته، عمي إن زارني زرته، خالي إن زارني زرته. هذه لا تسمى صلة رحم، هذه مكافأة، هذه مكافأة. ولكن صلة الرحم هي أن يقطعك أخاك، أخوك أو عمك أو ابن عمك، ثم أنت بعد ذلك تقوم بزيارته بعد أن قطعك. ومر معنا في لقاء سابق أن أدنى مراتب الصلة السلام، أدنى مراتب الصلة أن تسلم عليه. وهذا السلام طبعا أحبابنا يعني يختلف باختلاف كل زمان. الآن في عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، ترسل له رسالة على الواتس. الآن في كل يوم صباح بعض الناس عامل مجموعات يرسل صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين، يرسل مثلا لك مقطع، إرسال مقطع مثلا فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نوع صلة. المهم أنا يعني أنا ما أقطعك، أن أتواصل معك، هذا أدنى مراتب الصلة. قال: ونظيره قوله: ليس هو بالرجل من يصدر منه المكارم والفضائل. والرواية في لكن بالتشديد وإن جاز التخفيف. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.